السلام عليكم متابعي الاعزاء المشاهدين الكرام اللي تتبعوا هذا المحتوى ديال هذه القناه. مهم كنتمنى تكونوا يا ربي باحسن الاحوال والظروف وتكونوا في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. مهم في هذا الفيديو ان شاء الله واحد المقتطف او واحد الدويره في واحد الفيلا في جمعه غمات، يعني في النواحي ديال وريكا وسط الاشجار الزيتون وسط الطبيعه بعيده على الضوضاء ديال المدينه. حاولت ناخذ مقاطع منها نظرا لهذيك الصناعه التقليديه ما شاء الله اللي حاطين فيها، يعني اغلب يعني الاثاث اللي فيها ويعني والمفروشات والاواني اغلبيتهم كيمثلوا واحد الوجه من يعني الاوجه ديال الصناعه ديالنا التقليديه والحرف التقليديه ديال الصناع المغاربه، يعني الصناعه ديالهم الاصيله ما شاء الله تبارك الله. مهم يعني لفتت نظري بزاف وعجبتني وقلت علاش لا ما نبارطاجيش مره مع المشاهدين الكرام يعني هاد المقاطع او المقتطفات اللي كنت خديت. مهم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو وان شاء الله ترقبوا فيديوهات اخرين بحال ما هكايا او يعني على حسب. مهم ان شاء الله في انتظار ان شاء الله فيديوهات جداد مع محتوى جديد ان شاء الله. تنقول لكم السلام عليكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم.